نظموا الحمل بتخففوا الحمل. أهلا بكم من جديد، وآخر استضافاتنا لليوم رح نتحدث عن المرحلة الصعبة اللي بتمر فيها الأم وأيضا بمر فيها الطفل، وهي مرحلة دخول الطفل إلى الروضة. كيف تتعامل الأم في هذه المرحلة مع الطفل؟ كيف تتعامل المدرسة أيضا مع الطفل؟ رح نتحدث بهذا الموضوع مع السيدة نايفة العماش، وهي تربوية ومديرة روضة. خلينا نرحب فيها ونأخذ أكثر منها حول هذا الموضوع. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك ست نايفة. تحدثينا عن كيف الأم تتعامل مع الطفل إذا لم تم يعني إدخاله مرحلة التحضيرية، هي بري سكول، مرات بدخلهم قبل التمهيدي والروضة، كيجي 1 كيجي 2، قبل الكيجي 1 والكيجي 2. في بعض الأمهات بيكونوا حاطين أولادهم، بعض الأمهات لا. فكيف تتعامل الأم مع إذا بدها تدخل ابنها أول مرة للبستان والتمهيدي؟ سؤال كتير رائع وحلو وفي محله. فإحنا بنلاحظ إنه الأمهات المفروض إنها قبل ما تهيئ ابنها إنه يجي على الروضة، هي نفسها تكون متقبلة هاي الفكرة. نعم. وتكون عارفة إن كيف أهيئ ابني إنه يفوت أو يتركني، يعني إلها 5 سنوات تتعامل مع ابنها وهو بحضنها. فأصعب مرحلة اللي هي مرحلة رياض الأطفال. يعني ما بنستهين فيها إحنا. كيف الطفل بده يغادر أمه فجأة، إنه يطلع من عند أمه ويجي لعند مجتمع أكبر. فهون دور الأم كبير فعال بهاي المرحلة. كيف؟ لازم الأم قبل ما تجيب ابنها على الروضة إنه تفكر هي نفسها تقتنع بحضور للروضة، تخطط لحالها كيف أنا بدي أهيئ ابني يجي على رياض الأطفال. فتبلش هي تمهد له، تفرجيه مواقع روضة، تفرجيه مثلاً أطفال روضة في على مواقع الفيسبوك، إنه هي مرايحين والله على المدرسة. تخليه يشوف نشاطاتهم، تخليه يشوف الأشياء اللي تحببه في الروضة. يعني يجي على الروضة ومتشوق لها. فهاي هي الأهم نقطة أساسية إنه الأم لازم تتداركها قبل ما تجيب ابنه فجأة بده يودك على الروضة. أو إشي إجبار بده يودك على الروضة. تهيئ له تدريجياً. قديش بكون متعلق في أمه بهاي المرحلة؟ إنه على مدار 3-4 سنين بكون يعني يومياً مع أمه في البيت، فتعلقه بكون بشدة بالأم. ولكن ست نايفة، اليوم الأول اللي لما بدأت يتوجه فيه الطفل لهذا هو اللي بكون اليوم الصعب، فشو التصرفات الصح من قبل الأم وأيضاً من قبل الروضة في التعامل مع الطفل؟ نيجي نضلنا هلا عن دور الام، كيف انه بدي انا اجيب ابني اول يوم اجيب على الروضه. في بهاي الحاله الام نفسها زي ما حكينا لازم تكون مقتنعه. في انا لاحظت خلال تعاملي مع رياض الاطفال الام نفسها بتكون نفسها متوتره وخايفه على ابنها، هي بدهاش تودي لا خايف كيف اني اول يوم بدي اترك كله مع ناس بعرفهم وشغلات. فلازم يكون في ثقه بين الروضه بين الاهالي بين الام بالذات. ف لاحظت أنا في السنوات السابقة الأم لما تجيب ابنها مرات بيجي بكل سلاسة وبقعد معنا بنستحضر، يعني بنحتضنه بنستقبله بكل أريحية. لكن الأم تيجي عندي على الإدارة تصير تبكي. هذا أنا لاحظته، ويبي ابنه خايف على ابنه ومش عارف إيه، يعني بتكون هي متوترة وابنها اندمج مع المعلمة استقبلت استقبال بأريحية. وهي معطي الأمور وهي بالضبط. والله إحدى الأمهات أنا قلت لها روح يعني ليه؟ لأنه هي خايفة كثير متوترة على ابنها. تمام. فهاي المرحلة لازم يكون في يعني خلص ثقة وأمان إنه ودي على الروضة بأيدي أمينة. نعم. هلأ دور المعلم إني كيف بدي أستقبل طفل أول مرة بيجي على مجتمع كبير، بالنسبة له مجتمع بيته وإحنا مجتمع أكبر. صح. هلأ الأم العفو المربي اللي هي المعلمة شو بتعمل؟ بدها تكون مهيئة حالها كيف بدي أستقبل طفل الروضة. عملت له ألعاب، عملت له جو، عملت له مثلا هدايا، بتكون كلها مهيئينها للطفل انه عشان يتشوق له باريحيه ويرجع لنا مره ثاني يوم باريحيه. فهاي هي اهم نقطه انه استقباله في اليوم الاول. يعني انا ركزت على كانت الام انه اللي بتكون متوتره، يعني هون احنا بدنا نشتغل على الام بالاول حتى ناهلها عشان ناهل الطفل فيما بعد. بالضبط. فلازم يكون في توعيه كبيره للام نفسها اني اتقبل مرحله ما قبل المدرسه. نعم. هي ابني كيف أود ابني على الروضة وكيف أني أتركه بين إيدين أمين إن شاء الله. في بعض الأطفال ما بتأقلموا بالمدرسة الجديدة بضلهم يبكوا. هلا في بعض الأطفال بيبكوا أول يوم يومين، في ناس أسبوع، في ناس ما بتأقلموا نهائي مع هاي المدرسة. كيف في التعامل مع هذه الحالة من الأطفال؟ حلو. هلا في عندنا الأطفال زي ما حكيت بياخذوا مثلا يمكن يومين ثلاثة أسبوع هم يصيحوا يبكوا، فما بدهم شيء اسمه روضة. بدي ابني
فإحنا بتعاملنا معه بسياستنا معه احتضاننا له ألعاب وشغلات زي هيك ممكن إنه يتقبل هاي الفكرة أوكي اندمج معنا. في عنا أطفال بدهم فترة أطول. ليش؟ برضو بكون راجع لمين؟ للأم. لما يروح على البيت كيف يا ماما إيش عملوا معك؟ فهي بتوتره جد. أنا هذا بنلاحظه إحنا. للاستفسارات اللي ما لها داعي. شو عمل فيها؟ مين ضربك؟ مين عمل لك؟ مين كذا؟ فهي بتخليه يحس حاله إنه رايح على جبهة. فالروضة كثير يعني حلو إنه أي ماما المعلمة حلوة، المعلمة كويسة، المعلمة بتحبك، شو أعطتك، شو عملت لك. فهون بده فترة طويلة لما إيش يندمج معنا. إحنا بنعمل لقاءات مع الأهالي. لما الطفل مثلا يكون أخذ وقت طويل عبين ما يندمج معنا بنعمل اتصال بسيط مع الأم إنه حبيبي احكي مثلا هاي من المس حكت معاي المس يعني شجعي إنه يجي لعنا، ما تخليه أنت موترة وهو يتوتر بزيادة. صحيح. فممكن زي ما حكيتي احنا كمان لما يكون الطفل اكثر وقت اخذ من عدم تقبل الروضه ممكن نعمل اسلوب ثاني مثلا. ممكن نخليه نشغله بشيء ثاني، ودي هاي للمعلم، هات هاي وديها للمديره، ناخذ على الالعاب، هاي هديه لك لانك كنت تصيح وبطلت مع انه بصيح بس نعمل عنده نرفع معنوياته. هاي لانك كنت امبارح صيحت له ما بدك تصيح، هاي هديه لك. فهذا اسلوب يعني بكون قريب انه نكسب الطفل لعلمه. صحيح. ايش في مشاكل غير التعلق بالام بتواجه الاطفال من خلال يعني خبرتك وعملك في مجال رياض الاطفال كتربويه وكمديره لاحدى في الرياض؟ حلو. هلا في عندنا الاطفال احنا بكونوا عندهم حب التملك. هاي مشكله كبيره مثلا متعود في بيته. كان طفل واحد كمان بالضبط، اذا كان في بيت مثلا كل شيء الي، هاي اللعب الي بديش حدا يصيبها، إشي مع صاحبي بدي أخده. صح. فهي مشكلة كبيرة. طب هو أنت بتشتغل على مجتمع أكبر، يعني حوالي طفل 26 ولد، 20 ولد، 18 ولد، فكل ولد بده نشتغل بشغل جماعي. فهو يشتغل بشكل جماعي ولكن بشكل فردي على كل حالة. بالضبط. فهذا الطفل بده فترة بين ما يحس إنه هذا لا إلنا كلنا. أعطي صاحبك، هات من صاحبك، يعني خليها شغل جماعي أساس إنه يتقبل فكرة إنه ما في أنانية. نعم. ممكن العناد. يعاند الطفل، يعاند المس، يعاند الإدارة. الطفل بخمس سنين وأربع سنين بيكون عنده عناد فظيع. طبعاً. المرحلة هاي. بالضبط. بده يثبت شخصيته، بده يعاند أمه، بده يعاند أبوه، بده يعاند المس من أسرة كبيرة. هاي المشاكل جادة إحنا بنلاحظها كل سنة يعني. صحيح. في بعض الطلاب تلاقي بخاف من معلمة معينة فما بيقدر يستمر بالمدرسة. هاي هون شو بدنا نعمل؟ المدرسة ولا الروضة؟ الروضة سوري. بعتذر. هي شوفي الخوف. بكونش نابع من الروضة نفسها. لا، من برا الروضة. معلمة الأطفال أو رياض الأطفال بتكون جدا سلسة، أصلا هي جاية تتعامل مع أطفال. يعني حتى لو كانت جامعية بتنزل مستواها لمستوى الأطفال حتى إيش تقدر تحتضنهم. صحيح. بتكون أم تانية لهم. ففي